الله أكبر يسمع فنواته يتساءل وش هي فنواته؟ فاكهة استوائية؟ هل هي رقصة افريقية؟ لكن الحقيقة هي دولة باسفيكية صغيرة جميلة بطبيعتها، لكن ايضا فقيرة باقتصادها. الحياة بسيطة جدا، اعتمادهم الحياة على الزراعة وعلى ما يزرعوا في مزارعهم الفواكه والخضروات. مع هذه الحياة البسيطة وهذا الفقر، إلا أنهم في عام 2010 اختيروا أكثر شعوب العالم سعادة. على الرغم من أن فنواتو في أقصى الكرة الأرضية والديانة الرسمية هي الديانة المسيحية مع بعض الديانات الوثنية، إلا أنه جاني فضول وتساؤل أسأل عن الإسلام، هل في مسلمين؟ فسألت الموظفين الفندق، ردوا علي قالوا في مسلمين وفي لهم معبد. فقلت مسلمين ومعبد، ما أدري، ما صدقت. فقلت خلينا نروح نشوف. لما توجهنا إلى هناك وجدنا فعلا أنه في مسجد، لكن للأسف هو عبارة عن غرفة صغيرة تتسع من 10 إلى 12 مصلي، مع أن عدد المسلمين هناك أكثر، واضطر البعض انه يصلي خارج المسجد تحت الشمس. الحمد لله الاكرم الذي خلق الانسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم، سبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إذا جينا نذكر بداية الإسلام في فنواتو لا يمكن أن ننسى الداعية بابانكا اللي بدأ ينشر الإسلام في العاصمة بورت فيلا، فأسلم على يده 50 أسرة. بعد وفاة الداعية ذهب بعض من إخوانه وأتباعه إلى جزيرة تانا لنشر الإسلام، فتزايد عدد المسلمين إلى أن أصبح العدد يفوق 1000 مسلم ولله الحمد. الجانب الثاني أنه وجدنا أنه في ممارسات خاطئة، والسبب أنه ما عندهم مصادر يستمدوا منها التعاليم الصحيحة، يحتاجوا كتب عن الصيام، عن الزكاة، عن الأركان الخمسة. من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله. This is great mercy of Allah that today Allah chooses to come here and pray Jumma Salat in congregation. It's a big blessing, you know? So you should thank Allah. إسلام دائما سوى من بلاد سهل سمجان دينامو لإسلام من بلاد سهل سمجان دينامو. نو سمجان وهم دينامو لما كمين سلو تايم لو
Christian before. Pay in a complete coot, in a complete coot. Really, say, you have a camera, I have a complete coot on them. Whole process, have a complete coot. And Prophet Muhammad, peace upon him, said, the most people in Jannah are poor people. So you should be happy that maybe you will go the first. When people go Jannah, the first is poor people. And you will, inshallah, see Prophet Muhammad, peace upon him, inshallah, in Jannah. Inshallah. I hope I will see you together there. Inshallah. Like both of you can witness the mosque is very small. We need some teacher, like for you country to come teach you. Some copy the Quran or copy the old book or prayer or some hadith or some booklet. So alhamdulillah, we thanks for to come to stay with us. My brother from Saudi Arabia. We are from originally from Vanuatu. We are committed Muslim, and we are first Muslim in Vanuatu. So, if you want Islam grow very fast in Vanuatu, so we need to support us with your part. So, please, help us. How long have you been Muslim? I'm 2 years now. 2 years, mashallah. For my brother. اللهم فلا تهتنا إلا ونحن